ضيفنا اليوم ماشي لاعب وماشي مدرب، ولكن ماشي بعيد على عالم كرة القدم. هو فنان الأغنية الشعبية مراد جعفري، المعروف بأنه مناصر لاتحاد العاصمة، وأبدع بعدة أغاني جميلة لأبناء سوستارة. مرحبا بك يا مراد. والله على طريق يا حبيبي. نعم. والله الحمد لله. الحمد لله. صار مع الخدمة ما في بالك. مراد جاء على أساس باش يخدم عرس. عرس كبير يا مراد ويستنى فيك. ها؟ عنده سيف ولا ما عرفش أنا ما عرفش لأن كريني قطوة. مراد جعفري ما فهم والو، راه مريح مع زينو حتى دخلوا افراد الامن تاعنا. كالم انت يا مراد. انا صوت هذا في عندي. الله يبارك فيك. واش جابك انت على عرس؟ انا سنا في الكريون زين. مراد جعفري صوت. مراد جعفري. اخيرا نسيت في الكريون قال لي جايب سخبي واش نخدم له جيت عابري جيت عابري. واش خلو؟ نسيت عابري. على بالك بلي هذا المكان تاع الجريمه والسيد سي تاع الشيسبي. انا ما كنتش انا سيدي انا زوجي الخدام هضر في فمك هضر شكون سيريالي زينو مراد جعفري. مراد جعفري وش شونتر شعبي مراد مازال يطلع ويهبط وراه يقول في قلبه واش جابني لهنا. كانوا هنا يا خويا انا هذا دخلت يا خويا علاش تشوف واش من هذا حضره يجينا مختار احمد نوصل سنياري بدون ما ندير معاك الزعمة. راك في لونسيان تاع الجريمة عندك متشبه به انت راك معاه كومبليس. لا لا كان في المقاعد راك لقينا وعندنا ولد راه مخطوف. العملة صعبة العملة صعبة مع المخدرات فهي معتبرة من المخدرات. اخي ديال الفيلم وين الولد؟ يا ابني انا ما عرفت يا ولد انايا انا كنت خدام هذا وين جيت يا خو انا اسمع شريك عرس اها هاودا اخي اسمع هذا عرس جا لا جا جيت على جا عرس حبي كاين عرس سيبو خلاص جينا تكبط عليكم للزوج سيد انا سويفي فيه اسمع لي سيد انا سويفي فيه هكذا سويفي فيه شوف يا سارق انا معليش خليه يهضر خليه يهضر واش انا سويفي واش انا اسمع اسمع واش يهضر معاك اسكت خليه اسكت خليه هضر مع الشيخ هضر مع الشيخ سيد انا سارق انا سويفي فيه هكذا هنا مصرح الجريمه هاك معايا انا هكذا انا الاخت هنا اللي معاك يا سامح لي انتم خدمتكم تعرفوها من الظهر عباد ما فهمت والو قال بيان سير ما تفهم والو كلش راهو مخدوم على راسك يا مراد كيفاش خدمني عندهم هنايا درت عقل في جلها هنا ما في جلها هنا هذا الموضوع بالذات ايه هنا في الزعره الصحيه هاي نمو الصاله الفلانيه انا زير ولا اسمها غيلاس غيلاس والله كنجي نخدم على راس هنايا كاين عرس جيت ما نتفاهموا غادي يسناو الكليون جيت انا شكون الكليون؟ ما نعرفوش انا هما احسن كليون شكون الكليون؟ واحد يتحوم يا خويا واسمو؟ دياسك وين تسكن؟ تسكن ارجي سونت واش خدم؟ سونتير سونتير شعبي مراد جعفري شعبي سونتير شعبي سياليت موقع الجري سياليت سياليت ما فهمتش انا الفنان كيفاش جابوا لنا هنا مع هذا الانسان صح ولا لا؟ ما فهمتش هذه صديقة انا ما فهمتش صديقة راك مولف تخيل فيها راه هنايا جبروا
مراد جعفري بدا التقلق تاع الصح كي شاف طفل المخطوف يبكي. الحالة كبيرة. شكون دخلك الداخل؟ ماما والله العيب، قسما بالله العيب. حتى بيت روحو بها طويلة، حتى بابا ما بالوش. بدينا خاطيني يا خويا. كيف خاطيك هذا شنو يدير عندك أم عليك؟ أنا ما على باليش، جابني كاين طفل داخل. شنو أنت يا ما على بالك؟ هذه تاعك كلش تاعك، ما على بالك بوالو. ما على بالي. كيف ما فهمتش هذا الشيء؟ ما على باليش. شوف لي أم ضحية. خلاص جاي خلاص. ما تخافش. جاي اقسم بالله واش راح ديروا بيه يا رب العالي؟ ما تخافش خلاص ما تخافش والله غير بس نشوف كنشوف ديكار هكذا بعيد شر خطف ولد هكذا ولا تشمصره وانا راني نداوي باش يكونوا عندي دراري نقول ان شاء الله ربي ما يمديش دراري باش بعيد شر باش ما يصير قول لي يما قول لي يما تخاف اليما تاعهم دوك بالك ما يشعر اي واحد يكون في بلاصتو يما جيني والدي ما يشعر انا الوالدين تاعو كيش يكونوا أبعد الجبال. لا حول ولا قوة. أبعد.
قبضنا عليك يا مراد، ما تزعفش علينا. مراد جعفري قال لزينون تا كريمينال بصح غطني. قلبك كبير يا مراد، ربي يحفظك. صح رمضانكم وصح فطوركم ورمضانكم بالصحة والهنا. واش نقول لكم، راني مخلوع اليوم، داروا لي واحد الخلعة اللي عمري ما كنت نستنى فيها. وانا اعوذ بالله من قلت انا ما نحبش لي كاميرا كاشي، وشحال من خطره راني فيتي الماكسيموم لي كاميرا كاشي. اليوم لعبوها لي باسكو هاد الجهه هادي رانا فيها، ما عرفت نجي لهنا نخدم العراس في هاد الصاله هادي. وعيط لي حبيبي قال لي انا مول الصاله فلانيه ودا باش تجي تخدم لي العرس، كاين واحد انكريو. جيت ديجا كي جيت تلاقينا مع واحد انكا، واحد جاب وليدو مسكين مريض وعنده مرض وقال لهم بلي قال باباه بلي دراري عايروني في المسيد يقولوا لي كذا وكذا. فريمون تعثرت على الصح. شوفي وبدا يهضر لي نونسونس تاع الولد هذاك، يعني تعثرت ديجا طلعت مأثر به. بقى في راسي ما حبش يروح لي وخرجوا الولد بلي كان كيدنابي هنايا. تسمى زاد لي كيش يقولوا زاد تأثر هذاك زاد كثر. واش نقول لكم، لعبوها لي وان شاء الله يا ربي يا ربي اللي عنده ولاد وربي يحفظهم له وربي. ونطلب من كاع الناس هذو اللي عندهم دراري يحافظوا على ولادهم ويعسوا ولادهم ويزونا من هذو تاع بنادم يخطف ولد ولا يخطف طفله ولا. وتسمى هاد الناس هذو انا عندي ماشي عاديين ماشي نورمال. وان شاء الله ربي يحفظ ولادنا ويحفظ بناتنا ويحفظ كاع الامه المسلمه. كلكم صحه رمضانكم مره ثانيه وصحه فطوركم. انت قلت يا الحاكم قال انا اليوم عاد شربي مباح، ما نشبه شي حاله الخمر شربوني جميع ناس اهل الفضيله. بري من صداع كل ساقم لي يتعبوا لقاو فيا كل صلاح. نحيي العيا بعد الصفر ما نخلي في الدماغ الغمة اللي تقيلة. انتي مزعوقة باللون فاح مغرب التلوى مخودة تصلح للجياح. ما عندك قيمة ولا قدر يكويك الحماس بجمار شعيلة. قالت له جزاك يا الباك من لوم النعناع ريحتك من كراه تغمل ويرموك في القدر انا الصارين في الليل خليلة. قهوة ولا تاي الفهم دخلوا مداعي للقديشة وصباح. قالوا له يا حاكم القدر تحكم بيناتنا ولا تعمل حيلة. شعب